أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مؤشر النيل. نتعرف خلالها على أداء البورصات المصرية وأسواق المال العالمية وتطورات الاقتصاد المحلي والعالمية، حيث سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 2,055,000,000,000 جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 30,000,000,000 جنيه، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.6 مليار جنيه. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي إيجيك 30 بنحو 78% ليصل إلى مستوى 30,260 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنسبة 45% ليصل إلى 7,061 نقطة. كما شملت الانخفاضات مؤشر إيجيك 100 الأوسع نطاقا، والذي تراجع بنحو 51% ليصل إلى مستوى 10,079 نقطة. في منطقة الخليج العربي، أغلقت أسواق الأسهم على تباين اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين خفضا محتملا لأسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع، بينما تخلى المؤشر السعودي عن مكاسبه المبكرة ليختتم التعاملات على تراجع. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي في دبي 0.3%، وفي أبو ظبي أغلق المؤشر على ارتفاع بنسبة 0.4%، بينما انخفض المؤشر السعودي القياسي 0.3%، متأثرا بهبوط سهم مصرف الإنماء بنسبة 1.7%، كما تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 2%، وهبط مؤشر القطرية بنسبة 1%. إلى بورصة وول ستريت، حيث فتح المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع على انخفاض وسط حظر في السوق قبيل قرار مهم من مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية والمقرر صدوره في وقت لاحق من الأسبوع. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1% عند الفتح ليصل إلى 41,435 نقطة، بينما هبط مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 19% ليصل إلى 5,615 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 62% ليصل إلى 17,573 نقطة. يأتي هذا فيما انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية بشكل وسط تطلع المستثمرين لاجتماع البنك المركزي الأمريكي المرتقب بشأن خفض أسعار الفائدة. وشهد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات انخفاضا بأقل من نقطة أساس واحدة عند 3.64%. وفي أوروبا، تراجعت مؤشرات الأسهم خلال التعاملات في مستهل أسبوع حافل بصدور بيانات اقتصادية وقرارات للسياسة النقدية، مما دفع المستثمرين لتوخي الحذر. وهبط مؤشر ستوك 600 الأوروبي 0.3%، كما تراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.3%، وخسر مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3%. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين نحو 2% بعدما وازن تعطل قدر من الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة التأثير الناجم عن مخاوف الطلب المستمرة إثر صدور بيانات صينية جديدة، بينما يترقب المستثمرون قرارا بشأن أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع. وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 1.46 دولارا أو 1.96% لتصل إلى 73.1 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر 1.61% أو 2.33% لتصل إلى 70 دولارا و25 سنتا للبرميل.
وفي أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق مدعومة بضعف الدولار وتوقعات بخفض أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 2.2% ليصل إلى 2588 دولارا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.6% لتصل إلى 30.85 دولارا للأوقية. وهبط البلاتين 0.7% ليصل إلى 988 دولارا و46 سنتا للأوقية. للمزيد من المتابعة معي الدكتور ماجد فتوح خبير أسواق المال. دكتور ماجد مساء الخير. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا. لماذا تراجعت مؤشرات البورصة المصرية اليوم؟ والله البورصة المصرية خلال الأسبوعين أو الأسبوع اللي فات نزلت بمعدلات كبيرة، وتقريبا بعد صعود أكثر من 4 أسابيع، إنما فعلا انخفضت بشكل كبير الأسبوع الماضي، إنما الأسبوع الحالي بدأت على صعود. وكان دائما وابدا بنقول ان لما السوق بيكون في اتجاه صاعد بشكل اجمالا، فاي هبوط تبقى فرصه جيده لاعاده الشراء مره اخرى، وخصوصا في ان هناك اخبار جيده كثير على اسهم المتداوله في السوق من نتائج الاعمال ومن المشروعات المستقبليه اللي هتعملها، وخصوصا في القطاع العقاري او الريال استيت والقطاع المالي غير المصرفي والقطاع الغذائي. اعتقد الثلاث قطاعات دول هم من اكثر ثلاث قطاعات في السوق المصري لسه قدامهم بوتنشال كبير جدا، وعليهم او نتائج اعمالهم بتحقق طفره افضل من السنين اللي فاتت. طبعا ثبات سعر الفايده خلال الاجتماع الاخير لل البنك المركزي المصري اعتقد ان ده كان سبب لاستمرار السوق في السايد واي او الاتجاه العرضي، لان الناس كلها كانت متوقعه تخفيض قيمه الفائده خلال الفتره اللي احنا فيها دي بالمثل زي ما كانوا متوقعين. ان يعني ده دكتور ماجد، هل هو السبب من اسباب التراجعات مثلا؟ ما اعتقدش ان هو سبب من اسباب، ولكن هو يعني لا، ممكن نقول ان هو سبب من اسباب التراجعات في الحقيقه، ولكن هو مش سبب رئيسي، لان نتائج الاعمال واتجاه السوق لغايه النهارده ويعتبر اتجاه صاعد، واستمرار الاتجاه الصاعد ده بيخلينا دايما ننصح المستثمرين ان في انخفاض الاسهم خلال جلسه او جلستين بالقرب من الدعوم بتاعتها بتبقى فرصه اعاده شراء مره اخرى، وخصوصا من لغايه دلوقتي ان اغلب اسهم السوق ما كسرتش دعوم حقيقيه، وخصوصا في جي اكس 30 اللي هو الاقوى النهارده او الاقوى خلال الجلستين اللي فاتوا. يعني نقدر يا دكتور ماجد نقول ان التراجعات اللي بتحصل مش النهارده بس ولكن في الايام القليله الماضيه هي تراجعات في نطاق عرضي. انا شايف ان هي في قطاع عرضي فعلا، واغلب المحللين الفنيين لاغلب الشركات في السوق المصري بيؤكدوا المعلومه دي، وبيقولوا ان فعلا الفتره اللي جايه في توقعات خلال الربع الاخير على المدى المتوسط بارتفاع السوق بمعدلات كبيره، ومع ظهور نتائج اعمال الربع الثالث وتوقعات المؤسسات الماليه خلال الفتره اللي جايه على الربع الاخير اللي هو هيبقى نتائجه هتظهر في شهر 3 تقريبا او شهر 4. كل ما في الموضوع انا عايز اكد لكل الناس او لكل المستمعين يعني ان فعلا فعلا السوق المصري لسه بوتنشال ولسه في فرص كويسه جدا للصعود خلال الفتره اللي جايه. طبعا احنا لازم نعرف لما يكون قطاع عرضي لازم نعرف هو الدعم والمقاومه بتاعتها ايه. صحيح. عندنا الدعم او اقرب دعم عندنا 29800 واقرب مقاومه عند 31000، فدائما وابدا من كل ما يقرب ل 31000 هتبقى فرصه جيده لتخفيف المراكز مش الخروج من السوق، وكل ما يقرب ل 29800 او قرب ال 30000 اعتقد انها هتبقى فرصه اعاده شراء مره اخرى.
طيب دكتور ماجد، الأسواق الخليجية النهاردة تترقب قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والتوقعات تقول أن البنك المركزي الأمريكي سيثبت أسعار الفائدة، وربما هناك اتجاه لخفضها، ولكن هناك آراء تقول أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية ليست في هذه الأيام أو ليست في هذه الفترة الحالية. لماذا تتأثر أسواق الخليج بالترقب لأسعار الفائدة الأمريكية وتؤثر عليها بهذا الشكل الواضح؟ هو عدم تأكد المستثمرين بتخفيض سعر الفائدة الأمريكية هو في الحقيقة ضعف الجنيه الأمريكي خلال الفترة الأخيرة. ضعف الجنيه الأمريكي مقابل العملات الخليجية؟ مقابل كل العملات العالمية. كل العملات العالمية. طبعا هو الضعف ده هو اللي أخر كمان قرار الفدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة، وفي حين ان طب دكتور ماجد، اسباب هذا الضعف ايه من وجهه نظر حضرتك؟ نعم. اسباب هذا الضعف من وجهه نظر حضرتك؟ هل لا هو ما فيش اسباب للضعف اكثر من ان الفتره الاخيره يعني دائما ابدا انت يعني لازم ثبات سعر الفايده في امريكا يكون مبني على قوته امام العملات الاخرى في البورصات العالميه. وطبعا التأخير الفدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفايدة هو دوت اللي بيدي مؤشر أكثر لضعف الدولار أمام باقي العملات، إنما هو لو كان خفض سعر الفايدة من الأول أعتقد إن ما كانش هيحصل الانخفاضات الكبيرة اللي موجودة في سعر الدولار أمام باقي العملات اللي موجودة عالميا. إنما بالنسبة للبورصات الخليجية هي أوريدي مربوطة بالدولار الأمريكي ومربوطة بتخفيض سعر الفايدة عليه يعني لوجود استثمارات كبيرة في صناديق أو يعني الصندوق السيادي الأمريكي أو الصناديق السيادية الأمريكية. فأعتقد أن ده يعني أول ما أمريكا أو الفدرالي الأمريكي ما يخفض قيمة الدولار أو سوري الفايدة خلال الفترة اللي جاية، أعتقد أن باقي البورصات الخليجية أو البنوك المركزية الخليجية هتخفض برضو سعر الفايدة عندها بنفس المعدل تقريبا، وده هيكون يعني داعم للبورصات الخليجية، لأن الفترة الأخيرة لو حضرتك المقدمة اللي سيادتك تفضلت وقلتها، أنت قلت إن السوق السعودي صعد في بداية الجلسة وانخفض في آخرها، وقلت إن السوق دبي صعد بنسبة صغيرة جدا، وسوق أبو ظبي طلع بمعدل برضه مش كبير. لأن الأسواق سوق أبو ظبي نازل بقاله فترات طويلة جدا خلال على الميديم تيرم أو على المدى المتوسط، فالصعود بتاعه دلوقتي هو برضه ترقب لانخفاض سعر الفايدة عند في الاستثمارات في الدول الخليجية إجمالا. ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوياته على الإطلاق، هل أيضا ذلك من ضمن أسباب ترقب القرار البنك المركزي الأمريكي وضعف الدولار كما ذكرت أمام معظم العملات في العالم؟ طبعا طبعا، لأن الحاجة لازم نؤمن بيها إن احنا عندنا ثلاث اتجاهات للاستثمار. أول حاجة الاتجاه الخاص بالأسهم، ودي طبعا ليها معدلات المخاطرة بتاعتها ونسب المخاطرة اللي بتدرسها المؤسسات العالمية، ولازم يكون هناك عوامل تساعد وتحفز السوق للصعود. الحاجة الثانية اللي هي الفيكس إنكم أو الاستثمار في العملات أو في سندات الدخل الثابت، وأعتقد دي ليها علاقة بمعدلات الفائدة وارتفاعها وانخفاضها. كل طبعا ما ارتفعت سعر الفائده كل ما كان الاقبال على الاستثمار في ادوات الدخل الثابت اعلى. والحاجه الثالثه طبعا اللي هو الملاذ الامن في الاخر اللي هو الذهب. فاول ما بيكون توقعات لانخفاض سعر الفائده وتوقعات في ان اسعار الاسهم بقت عند مستويات عاليه ومش متوقعين انها تعمل مؤشرات اعلى من كده، شيء طبيعي تلاقي رؤوس اموال كبيره جدا وصناديق استثمار كبيره جدا بتتجه الى الذهب في الاستثمار بتاعها، وهو دوت بيبقى يعني توقع لازمه قادمه ممكن تكون موجوده او عدم التاكد صحيح من اللي هيحصل خلال الفتره. صحيح الفترة. دكتور ماجد فتوح خبير اسواق المال، اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه. اذا مشاهدينا الكرام، بذلك نكون قد وصلنا الى نهايه حلقه اليوم من مؤشر النيل، غدا باذن الله حلقه جديده، دمتم في امان الله، شكرا لحضراتكم.